أهلا وسهلا بكم تلاميذ سنة رابعة ابتدائي مع ملخص الدرس الثامن وشرحه بطريقة مبسطة. سوف نتعرف اليوم على منزل مجيد، لا ميزون دو مجيد، منزل مجيد. راح نتعرف على منزل مجيد. لاحظ معي من الكتاب المدرسي، ما رسمتهاش مليح، مي عادي، المهم تفهموا. عندي هذا منزل مجيد، راح نعرفوا واش كاين في منزل مجيد من الخارج. لازم تعرفوا لي أين هو الباب؟ ها هو الباب، واسمه لابورت. الباب معناها لابورت، احفظوه جيدا. الباب معناها لابورت. قبل ما نقرأ الفقرة نعرفه، قبل نشرحه بعدها نروحوا له. الباب هو لابورت، لابورت. هذه اللي بالأورانج بالبرتقالي شو نسموها؟ فصاد، فصاد. نسموها الواجهة، فصاد. الواجهة هي الفصاد. فناتر، لي فوناتر، اهم النوافذ، لي فوناتر. راح نكتب لكم باه تفهموا. هذا نسموه لابورت، الباب. احفظوه جيدا، احفظوه جيدا، يعني شرحته لكم بالعربي. هذه واش نسموها؟ الواجهه، الفصاد. الواجهه معناها فصاده، كيما نقولوا الفصاد. عندنا هنا لي بالكو، لي بالكو هي الشرفات اللي نطلو منهم. الشرفات هي لي بالكو، هذه بالازرق، ها هم بالازرق. بالكون، بالكون، عفوا. عندنا هنا لي فونيتر، هذو النوافذ. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، عندنا ست نوافذ. ها لي فونيتر. أحفظهم، نعاود. بورت الباب، فصاد الواجهة، فناتخ النوافذ، كراج. هذا الكراج كيما نقولو حنا، كراج، كراج. هذو تحفظهم. بعد ما تحفظهم نشوفو لونهم وشنهي. البالكون وش لونه؟ ازرق، معناها بلو. الواجهة وش لونها؟ فصاد. وش لونها؟ اورانج، برتقالي. بعد ما تحفظوا الالوان لازم تحفظهم. الفصاد وش لونها؟ برتقالي، اورانج. لابورت وش لونه؟ احمر، غوج. الكراج وش لونه؟ فيغ، فيغ. النوافذ جون، صفر، اصفر، ها هو اللون الاصفر. عندنا هنا تيغاس، لا تيغاس، لازم نعرفو ايضا تيغاس. تيغاس لونش ماغو بني، ها مرة راح نشوفو هذا الدرس. الان شوفوا الفقرة هذه، راح نقراوها. La maison de Majid. La maison de Majid est dans le quartier Winahay. شوفوا البلاك هنا. البلاك هنا اللي رسمت. Quartier Mayroche. نكتبوا la maison de Majid est dans le quartier Mayroche. ها هي حي عمايروش. في حي عمايروش. C'est une maison peinte de toutes les couleurs. مطلي بكل الألوان. بانت معناها de toutes les couleurs. هاهو ديجا ملون كل الالوان. هاني عاود حطيته هنايا، مطلي بكل الالوان. لا عندنا نقاط اي اورانج. وين هي اللي لونها اورانج هنايا؟ وين هي اللي لونها اورانج؟ ركزوا جيد. عندنا فاساد، راح نكتبوا الفاساد. لا فاساد اي اورانج. لا فاساد، ها فاساد الواجهه هي اورانج. بلو، زرق. وينهم الزرق؟ اللون الازرق وينه؟ لي بالكون، لي بالكون، ها لي بالكون. مهم تحفظوا هذا الشرح. لي بالكون، ها لي بالكون هو ازرق. عندنا لا نقاط دو لا ميزون اي روج. وين هو اللي لونه احمر؟ لا بورت، ها هو لا بورت لونه احمر. نكتبوا لا بورت دو لا ميزون اي روج، احمر. لا اي مارون، ها لا تيغاس، لا تيغاس اي مارون. سون جون، وينهم الصفر؟ النوافذ، لي فوناتر. لاحظ لي فوناتر سون جون. ها هي لا بورت دو كراج اي فيرت، ها ها اخضر. باب الكراج هو اخضر. فهمتوا الان؟ ما عليكم الا ان تحفظوا هذا، تحفظوا لابوغ، تحفظوا الفصاد، وتشوفوا اللون.
اهو لا بورت روج احمر، لا بورت روج. الفصادة شوف اورانج، احفظهم جيدا. بالكون لونش بلو زرق. لي فونيتر جون صفر. غاراج فير اخضر. احفظوا جيدا هذا الشرح، اكتبوه واحفظوه باش كي يكون هنا فقرات تشوفوا وين هي الاورانج. ها هي لا اي اورانج، ها هي الفساد هي الاورانج. بلو وين هي الزرق؟ لي بالكو وين هو الغوش؟ الباب وين هو المارو؟ ها هي لا تيغاس وين هو الصفر؟ نوافذ لي فونيتر لا بورت دو غاراج ها هو فيغ. الآن ننتقل للأنشطة. الأنشطة راح نلونه. عندنا هنا ورق يرسم لك منزل، يرسم لك منزل يقول لك لون لا ميزون دو لينا. عندنا هنا مثلا منزل على سبيل المثال، قال لك لون منزل لينا. ها هذا سؤال يعطيك رسمة وتلون. دي فوناتر جون وينهم النوافذ؟ ها ها هم النوافذ، واش راح نلونهم؟ صفر. دي فونيتر بعد ما تحفظوا الشرح راح تعرفوا. جون معناها اصفر، لي فونيتر معناها النوافذ. راح نشوفوا النوافذ ونلونهم باللون الاصفر، تبعوا معايا جيدا. راني قاع على حساب المثال اللي رسمت لكم، هذا لونهم بالاصفر النوافذ. قالك ان توا، ان توا بلو، راح نلونوا السقف بالازرق. قالك السقف توا معناها السقف، احفظوه جيدا. احفظ السقف ازرق، راح نحكموا اللون الازرق وراح نلونوا السقف بالازرق. ها راح نلونوه بالازرق، لونوه بالازرق. راح نعطيكم كمثال، ماناش لونه زين. اون بورت روج، قالك الباب، الباب بعد ما تحفظوا الشرح اللي عطيتوكم راح تعرفوا اكيد. الباب احمر، اون بورت روج، الباب راح لونه احمر. راح نبحث على اللون الاحمر ولون الباب بالاحمر. ها وبعدها شنو؟ ان بالكون روز، ها روز، راح لونه البالكو باللون الورد. ان بالكون روز. راح تلونوا البالكون بالغوص. وبعدها واش ديروا؟ ان فاساد اورانج، الواجهه ها هي الواجهه، راح نلونوها بالاورانج بالبرتقالي. هذا المنزل راح يمد، هذا من كتاب الأنشطة، راني درت لكم من كتاب الأنشطة. الآن بعد ما تشرحوا، بعد ما تشرحوا ذوك الكلمات وتعرفوا الألوان، راح أكيد راح تعبروا تقولوا منزل دولينا إيس شو شو نقولوا دوكا لا ميزون دولينا، لا ميزون دولينا إي راح تعبروا مثل هذا التعبير. وش نقولوا؟ لا ميزون دو لينا سي اون ميزون فان دو توت كولور، نقولوا هذا المنزل ملون بكل الالوان. وش نقولوا؟ لي فوناتر سون جون، النوافذ صفر. لا فاساد اي اورانج برتقالي. لي بالكون سون روز، روز عفوا روز. لا بورت اي روج، لو توا اي بلو. هكذا تعودوا تعرفوا تعرفوا بعد ما تشرحوا الكلمات، تقولوا ان توا اي بلو، دي فونيتر سون جون، جون ان بورت اي روج، ان بالكون اي روز. هكذا تعبروا. انا هنا كيما هذا التعبير حطوه بهذه الطريقه، كيما هذا التعبير لا ميزون دو ماجيد، هنا نديروا لا ميزون دو لينا. هكذا سي اون ميزون بان دو توت كول دي لي كولور. الان اش نقراو؟ احفظوهم جيدا اللي عطيتهم لكم، احفظوهم جيدا، احفظوهم باب الفساد واعرفوا الالوان، تحفظوا الالوان وتحفظوا هذه.
لي لو تكست، أقرأ النص. بونجور قال صباح الخير، هذا قال صباح الخير. وش قال؟ جو مابيل ياسين، قال اسمي ياسين. جو سوي لو كوزان دو لينا، قال أنا ابن عم أو قريب دو لينا. لينا جابيت، أسكن دون لا ميزون روج، أسكن في هذا المنزل الأحمر. لابا هناك. تو تو بريزونت ا تا تون كاماغات، قالك قدم نفسك صديق. وكوش تقول له مثلا انت يا اسمك مروه ولا احلام ولا هدى؟ واش تقولي؟ بونجور صباح الخير، جو مابيل هدى، جو سوي ان امي، ولا تقولي جو سوي اون امي. اذا كنتي طفله تقولي اون امي، اذا كنت طفل تقول ان امي. جو سوي اون امي دو لينا، جو سوي لا كوزين دو لينا. هنا رانا نعبروا على الطفله. J'habite, ou je te dis, j'habite dans le, dans une maison rouge. Est-ce qu'on fait هذا الحي في هذا المنزل؟ آه. راجعوا جيد. هذه الأنشودة أنا حاطتها. Je te dis bonjour, je te dis au revoir. المهم عندنا هنا أيضا لازم تعرفوا الألوان وتعرفوا ال هاهي وراها. Je m'appelle Massinissa. هذا اسمه اسمي Massinissa. J'habite اسكن دون ليميبل بلون، اسكن في العماره هاهي عماره بيضاء. شوفوا واش راكم تشوفوا في العماره البيضاء؟ لي بالكون بلو زرق، الفصاده شوفوا الفصاده بلون، الواجهه بلونش بيضاء. عندنا لا بورت بلون، ها تقدروا تعبروا تشوفوا منزل كي تعرفوا هذاك الشرح راح تعبروا عليه. عندنا جو ديسين ما ميزون، راح ترسم المنزل تاعك من الخارج. واش راح دير؟ قالك جو مابيل جابيت، راح تقول جو مابيل مثلا احمد، جابيت دو لو كارتي عمايروش او بير مراد رايس او هكذا. مواسي لو توا، شوف ذا المنزل، شوف لو توا السقف لونش ماغون، اي ماغون. لاحظ لا بورت لونش ماغون، لو فاساد لونش بلو، الواجهه لونش بلو. هكذا كي تكون تعرف ترسم راح تعرف. عندنا هذو المنازل واش راكم تشوفوا فيهم؟ الفاساد غوز، لي فونيتر بلون، الباب ايضا غوز. عندنا هنا ايضا باه تعرفوا عندنا عماره ايمابل، عندنا الفاساد جون، لي فونيتر بلون، لا بورت نوار. كي تكون ترسم هاك تعرف اللون. نتمنى تكونوا فهمتوا معايا، بالتوفيق ان شاء الله. ولازم تحفظوا هذا، تحفظوا اللون.